اهلا بكم. اللي احنا شفناه فيديو واضح ان هو مش لمحترفين، يعني مجموعه من الهواه شويه، لكن اللافت للنظر هو بيوصف الذبحه الصدريه، بيوصف الام الذبحه الصدريه. لافت للنظر انه حتى الهواه اللي عملوا الفيديو ده عندهم فكره لازم نقف قدامها شويه. جابوا اللي عمل الفيديو او عمل الذبحه الصدريه شاب صغير. كان زمان الفيديوهات اللي بتجيب الذبحه الصدريه وترسم الذبحه الصدريه في صوره دراماتيكيه او في صوره يعني دراميه لازم يكون سنه كبير شويه، يعني خمسينات اواخر الاربعينات، ده كان المعتقد. دلوقتي وده على فكره اللي حصل ده مقبول جدا طبيا، يعني احنا موافقين عليه. ليه؟ لانه فعلا احنا بنشوف دلوقتي شباب صغير عندهم مشاكل في الشريان التاجي. المشكله بقى في الشريان التاجي دي يا جماعه انه أصبح هو الهاجس الأكثر أو واحد من الهواجس الكبيرة جدا في مصر. والحقيقة إنه المصريين علميا أكثر إصابة كثيرا جدا بمشاكل الشريان التاجي من دول تانية. يعني أمراض القلب ده عنوان مهم جدا، تقتل المصريين أو تؤثر على المصريين، بلاش تقتل، دي خمس أضعاف مما تؤثر على الدول المتقدمة أو الدول الأوروبية وأمريكا. يمكن امريكا قريبه مننا لكن احنا متقدمين عن الاوروبيين جدا في امراض الشرايين التاجيه. امراض الشرايين التاجيه مرتبطه بالتوتر، احنا عندنا توتر، مرتبطه بالسمنه، احنا عندنا سمنه، مرتبطه بالتدخين، احنا عندنا تدخين. تقول لي ما هم عندهم تدخين، بس احنا عندنا تدخين بجنون، عندنا تدخين باسلوب همجي، احنا عندنا تدخين. انا دخلت مكان كافيه عشان اكل، مش قادر اقعد، ما قدرتش ادخل الكافيه رغم انه في اوبن اريا، في منطقه اوبن وفي منطقه المفروض التهويه فيها كويسه جدا، ما قدرتش اقعد من ريحه الشيشه. دقيقه واحده وطلعت جري، ريحه الشيشه قاتله في فانا مش مدخن خالص، عمري ما شربت سيجاره في حياتي، لكن انا لو قعدت كلت في المكان ده هبقى مدخن. هبقى مدخن ازاي؟ بس في ليه؟ فاحنا بندخل بكل الاشكال، اللي بيشرب سيجاره جنب واحد بيشرب شيشه فهو بيشرب سيجاره وفي نفس الوقت بيضرب مع الشيشه. احنا متوترين بطبعنا، احنا عندنا حاله توتر كبيره جدا موجوده. انا واحد من اللي بتوتر، مش هقول لك انا كنتوا متوترين وانا لا، كلنا بنتوتر، بيشتغلوا في الاعلام بيتوتروا، بنشوف كوارث بنتوتر، بنشوف هبل موجود في كل حته بنتوتر، الواحد انا واحد من الناس اتوترت، انا بتفرج على تهريج ساعات بيحصل بناء على الطب فبيوترني. يعني بشوف ناس بتتكلم في صحه الناس، انا لسه شايف واحد يعني ده اللي وترني ممكن ياثر على الشريان التاجي، بيتكلم على مرض الروماتويد وبيقول للناس وقفوا الكورتيزون، وقفوا الادويه اللي انتم بتاخدوها، تعالى عليكم ده هيموت الناس اللي عندها روماتويد. والكارثه ان هو عنده شويه معلومات يعني نصاب بمعلومات، نصيبه سوداء. واحد تاني كان في القلب بمناسبه الشريان التاجيه قال لناس في وقت من الاوقات بطلوا الدعامات وتعالوا الاسبرين هو احسن حاجه، وطلع في الاخر ولد ملوش اي علاقه بالقلب ولا واخد اي شهادات في القلب، وكان بيقول مش عارف انا مساعد مين وبتاع، وطلع الكلام كله هكس في هكس ونصب في نصب. ما دي حاجه تسمعها توترك وتجيب لك بقى شرايين تاجي، وساعتها بس المهم تروح تتعالج صح، ما تاخدش يعني مجرد قرص دواء اذا كنت تحتاج، ما ممكن تكون تحتاج فعلا قرص دواء، بس العلم بيقول انك تمشي ورا الطب. النهارده حوار مثير ومهم جدا وضيف عزيز عليا جدا وقيمه علميه كبيره، اسم كبير النهارده، محظوظين في انه القلب قمم القلب كلهم في هذه الفتره بيظهروا في بس الدكتور او في الناس الحلوه. نسعد جدا بالقيمه العلميه الكبيره للاسم الرائع الاستاذ الدكتور حمزه قبيل، استاذ امراض القلب والاوعيه الدمويه بكليه الطب جامعه بكليه الطب بنها. والحقيقه حوار مثير جدا عن الشريان الاكثر شهره والاكثر طبعا اهميه بالنسبه للقلب نفسه وهو الشريان التاجي. الشرايين التاجية هي الشرايين اللي بتغذي عضلة القلب. المريض عندما يصاب بالمرض يرتبك عنده المشهد ويسأل دايما هو أنا عندي تصلب ولا قصور، ولا قصور ولا تصلب، ولا هما الاثنين نفس المعنى؟ تصلب الشرايين هو بداية الطريق للقصور. هقف قدام السكر والشريان التاجي، ايه العلاقه المخيفه دي؟ مريض السكر الحقيقه هو اقرب المرضى لقصور الشريان التاجي.
اذا ازاي نفرق طول التشخيص بقى هي الفرق. التشخيص المبكر وبدايه خطوات العلاج المبكر هنا بيبقى العامل الرئيسي في الشفاء. الاستاذ الدكتور حمزه قابيل، استاذ القلب والاوعيه الدمويه بكليه طب بنها، عضو مجلس اداره جمعيه القلب المصريه. اهلا بكم ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة استاذ الدكتور حمزة قابيل، استاذ امراض القلب والاوعية الدموية. اهلا بيك يا استاذنا. اهلا وسهلا دكتور ايمن، واهلا بالسادة المشاهدين. اهلا بيك. الحقيقة انا عايز ابدا الاول عن عايز افهم الشريان التاجي. ما هو الشريان التاجي؟ ولماذا سمي بالتاجي؟ وليه هو واخد هذه الشهرة الكبيرة جدا فيما يتعلق بتصلب الشرايين؟ ما كل الشرايين بتتصلب، اشمعنى يعني الشريان التاجي اللي العين عليه زي ما بيقولوا ومشاكله كثيرة؟ الشرايين التاجية هي الشرايين اللي بتغذي عضلة القلب، وهي غالية جدا وسميت بالتاجية الحقيقة كاسم منفرد، لأن هي الحقيقة هذه الشرايين تنتهي عند عضلة القلب وتقوم بتغذيته. الشرايين دي الحقيقة مهمة جدا في حياة أي إنسان، لأن هذه الشرايين لا تجدد وليس لها بديل وليس لها أي فروع أخرى غير أنها تغذي عضلة القلب. شرايين القلب التاجية الحقيقة مهمتها قوية جدا، وهي تحافظ على الإمداد الدموي لعضلة القلب مدى الحياة. عضلة لا تقف مدى الحياة منذ الولادة وحتى الممات. يتجاوز الجهد أحيانا الجهد البسيط بتاع عضلة القلب من حركة السكون أو النوم إلى حركة الجهد المتدرجة، وبالتالي هذه الشرايين ربنا اداها القدرة على الإمداد والاتساع لتغذية هذه العضلة بالدم الحقيقة متكافئا مع ما يلزم لها من جهد. هذه الشرايين الحقيقة لها قيمة كبيرة، إنها الحقيقة لا يجب ان احنا نهمل فيها، سواء ببعض مجالات الاهمال في حياتنا اللي بتؤدي الى مشاكل فيها، لان الحقيقه لما بتتاثر بتاثر على قلبنا وبتاثر على الامداد الدموي ليه، ويبتدي جهدنا وطاقتنا وقلبنا يتاثر تاثر بالغ جدا جدا. ليه الشريان التاجي واخد اهميه كبيره؟ الشريان التاجي واخد اهميه كبيره لان هو بيغذي اهم جزء تقريبا في الجسد اللي هو القلب. القلب هو المضخة، هو القدرة على إعطاء الجسم قوة وحركة ونشاط، وحينما تتأثر هذه الشرايين فبيتأثر هذه المضخة ويتأثر معها الجسم كله بقلة الجهد وقلة إمكانية بذل الجهد بالنسبة لأي إنسان. والحقيقة يجب علينا أن نحرص على شرايين قلبنا التاجية حرصا بالغا، لأنها نعمة من الله يجب ألا نفرط فيها. المشاهد العربي بيسمع دايما جملتين، يسمع جملة تصلب شرايين ويسمع جملة قصور في الشريان التاجي. المريض عندما يصاب بالمرض يرتبك عنده المشهد. نعم. ويسأل دايما، هو أنا عندي تصلب ولا قصور، ولا قصور ولا تصلب، ولا هما الاثنين نفس المعنى؟ تمام. الحقيقة تصلب الشرايين هو بداية الطريق للقصور. تصلب الشرايين هو ترسب دهون، مادة دهنية معروفة اسمها الكوليسترول. هذه المادة مهمة جدا للعمليات الحيوية في الجسم، ولكن حينما تكسر أو تزداد قيمتها في التواجد في الدم تترسب في أماكن معينة في بطانة الشرايين التاجية اللي هي بتغذي عضلة القلب، وتبتدي يبقى فيه ترسبات دهنية. هذه الترسبات الدهنية بيحصل فيها مشكلتين، الازدياد في الترسب، ادي نقطة، والنقطة الثانية حدوث التهاب محيط في بطانة الشريان، مما يحدث أو ينجم عنه نوع من البروزات داخل الشرايين، مما يؤثر على مجرى الشريان وتغذيته لجزء العضلة المسؤول عنه. هذا الأمر الحقيقة لما بيحصل بيعمل معاه مشاكل، والأجزاء دهيت من المشاكل ممكن تتطور فيها الأمور إلى ما لا يحمد عقباه من ما يسمى بذبحة صدرية غير مستقرة، أو ذبحة صدرية مستقرة، أو جلطة أحيانا نتيجة انفجار هذا الجزء اللي هو بيغطى بطبقة رقيقة من بطانة الشريان من جوه. الجزء الدهني زي ما احنا شايفين على الشاشة ده، لما بيرق الجدار اللي فوقيه مع بعض عوامل أخرى وينفجر هذا المكان أو يتفتح جزء منه، يبتدي يحصل نزيف داخلي يتجلط داخل الشريان ويسده، ويبقى ده الحدث الأعظم اللي احنا لا نرغب فيه إطلاقا لأي حد الحقيقة بالنسبة للأهل أو الشعب بأكمله. تصلب الشرايين إذا أو قصور الشرايين هناك أسباب احنا قلناها في طيات الكلام، منها ارتفاع الدهون الضاره مثلا يعني. نعم. ايه تاني الاسباب؟ الحقيقه الاسباب كثيره متعدده.
منها ما نستطيع منعه أو إحنا سبب مباشر فيه، زي التدخين بإفراط، زي الفاست فود أو الأكل الحقيقة الغير صحي اللي للأسف النهاردة ضغوط الأسر من أبنائها في الاستجابة ليهم، إحنا بنضرهم وإحنا لا نعلم، إحنا بنضر نفسنا وإحنا لا نعلم. زي ما قلت لحضرتك سابقا برضو، حتة التدخين بإفراط أو بغير إفراط الحقيقة هو ضرر على كل الأحوال. عدم بذل الجهد الرياضي أو عدم ممارسة الرياضة وأصبحت نوع من الكسل والرفاهية الشديدة من عدم حركة ولا آخر، ده شيء مضر جدا. زائد بقى كمان عوامل لا قبل لنا بمواجهتها زي العوامل الوراثية. العوامل الوراثية دي شيء مفروض مش هنقدر نغير فيه، ولكن علينا أن احنا نواجه ما ينجم عنه من أحداث. زائد أن احنا عندنا عوامل المفروض أنها جلوبال ريسك فاكتورز أو عوامل خطورة أخرى يجب أن تحاط بعناية الطبيب، وأن هو يركز في أن هو يعالج منظومة كاملة من المشاكل، ما يعالجش مشكلة ويترك مشكلة، زي الضغط المرتفع والسكر المرتفع ولا آخر والكوليسترول المرتفع. الأمور دي كلها الحقيقة لازم تحاط بعناية أي طبيب قلبي بيعالج مشكلة من هذه المشاكل، لأن في الآخر كل هذه الأمور بتصب في يعني مجموعة كاملة من المشاكل تنتهي بأن احنا يبقى فيه مشاكل في شرايين القلب التاجية وتأثير على عضلة القلب وهبوط وظيفي فيها مما يؤثر على حياة الإنسان. هنرجع تاني للسكر والضغط، بس مريض اللي عنده قصور في الشريان التاجي أحيانا يلتبس عليه الأعراض، وإحنا عندنا فئة كبيرة جدا الله يكون في عونكم، يعني انتوا عندكم فئتين من المرضى يعني يتعبوا. الفئة الأولى هو الفئة التي ربما تنكر الحالة المرضية، يفسرها أي تفسير، نعم. يقول لك أنا ده شوية برد، يمكن أنا خدت أصلاً كنت طالع ووقفت قدام مروحة فالبرد ضرب، فالألم ده بسبب الحكاية دي بسبب شوية برد. في واحد تاني ما يبقاش عنده أي حاجة خالص والشرايين زي الفل وما عندوش أي مشكلة، ويجي يقول لك الحقني يا دكتور أنا عندي قصور في الشريان التاجي وعندي زفحة صدرية، ويطلع بيها توهم. فهنا نقف قدام الأعراض. تمام، حضرتك لمست نقطة خطيرة جدا مهمة جدا موجودة في المجتمع. هو المريض اللي بيحقيقة بيهول في أموره وبيزداد قلق بمجرد الشعور بأي أعراض، وده أمر مش مستحب لأنه بيقلب في الآخر بعامل نفسي مزعج جدا ليه ولتردده على كثير من الأطباء. النقطة الثانية وهي الإهمال، غير برضو محبوب على الإطلاق، أن المريض اللي عنده مشكلة بيحاول أنه يهون منها حتى لا يواجه هذه المشكلة ويحاول يهرب منها قدر الإمكان. الحال الأعراض بتاعة يعني زبحة صدرية أو قصور الشرير التاجي أو إلى آخر هذه المشكلة عموما بتبقى في صورة ألم في الصدر، ألم بالذات في منطقة وسط الصدر، بيعمل له نوع من التسميع أو يسمع في ظهري أو في كتف الشمال أو دراع الشمال أو كل هذه الأمور مجتمعة. الحقيقة هذه الأمور قد يصاحبها عرق غزير وقد لا يصاحبها، أنا بتكلم في الحالات اللي هي بتاعت الجلطة أو الحالات الذبحة الصدرية الغير مستقرة، لكن حالات الذبحة الصدرية المستقرة الحقيقة بيبقى ألم في الصدر بنفس المواصفات، يزداد مع الجهد وبذل الحركة، يهدأ ويقل مع الراحة، والحقيقة حبوب معينة تحت اللسان يتناولها المريض تعمل نوع من الانفراج والاتساع في شرايين القلب تهون عليه الأعراض في هذه الحالة. ولذلك لازم المريض يبقى عارف أن أي آلام في الصدر بالذات في منتصف الصدر تسمع في ظهره أو في كتفه الشمال أو دراعه الشمال لازم يأخذ الأمر بجدية لطبيب القلب حتى يفصل له الأمر ويقدر أن هو يعني يحط الأمر في نصابه وما يكونش لا مهمل ولا يعني مزود في حجم المشكلة عنده. مين أكتر الأعمار فرص إصابة بشرايين التاجي؟ مين أكتر الأعمال الفئات الاجتماعية إصابة بهذه المشكلة المرضية؟ الحقيقة أكثر الناس إصابة بهذه الأمراض من ناحية الأعمال الناس اللي هم عندهم ضغط عصبي وعمل مكتبي ويعني مشقة ذهنية في أعمالهم وعدم حركة، ولا سيما بقى لو يصاحب هذا الأمر بعض الأمراض المعينة زي السكر، الضغط، الإفراط في التدخين. الكلام ده كله لما بيجتمع في إنسان بيزود نسبة الإصابة فيه بشرايين القلب التاجية، وخاصة كمان لو عنده ميل لارتفاع في الكوليسترول وخلافه. هقف قدام السكر والشريان التاجي شوية، نعم. إيه العلاقة المخيفة دي؟ هي علاقة وطيدة جدا الحقيقة، أو مخيفة جدا ومزعجة جدا، لأن الحقيقة للأسف أن معظم مرضى السكر الحقيقة يعني بيصابوا بمرض قصور الشريان التاجي نظرا لوجود
بداية مع مرض السكر وجود كوليسترول في الدم بنسب أعلى، زائد مش بس الأهم أنه أعلى، لأن أنا ممكن أعمل لمريض السكر نسب كوليسترول في الدم وأجدها في حدود الطبيعي، ولكن مريض السكر عنده مشكلة كبيرة جدا وهو زيادة نسبة الكوليسترول الرديء اللي هو المسيء للجسم، اللي هو منخفض الكثافة، اللي هو بيترسب في الشرايين ويسيء إليها ويسبب التصلب بسرعة شديدة جدا في مريض السكر. لذلك مريض السكر الحقيقة هو أقرب المرضى لقصور الشريان التاجي. طيب هذا السكر نذهب إلى توأمه الضغط. الحقيقة المنظومة من المشاكل يجب ان احنا نفك العصابة دي، دي عصابة من المشاكل اللي الضغط والسكر وقصور الشريان التاجي، كلها امور بتؤدي الى بعض وبصورة يعني الحقيقة مسيئة جدا للانسان وبالذات قلبه. يعني الحقيقة الضغط مشكلة بتصيب حوالي 80% من مرضى السكر، فلذلك مرضى السكر معظمهم هيجي لهم ضغط. الحقيقة الضغط في حد ذاته مشكلة كمان تؤدي إلى مشاكل في شرايين القلب، السكر كمان يؤدي إلى مشاكل في شرايين القلب. السكر والضغط غالبا ما يصاحبهم كوليسترول مرتفع يترسب زي ما احنا شايفين في شرايين القلب، كل هذه المنظومة في الآخر بتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا في صورة قصور ومشاكل في شرايين القلب، وإصابة كمان لعضلة القلب قد يكون بضعفها بصورة لا رجعة فيها. ليه الفنانين الاعلاميين السياسيين بيصابوا بشرايين التاجي؟ هل هو برضو التايب اي بيرسوناليتي، النوعيه الشخصيه الايه؟ هو طبعا تايب اي بيرسوناليتي زي ما حضرتك بتشير شخصيه بتحمل نفسها فوق طاقتها، يعني ده بيبقى دايما قلقان جدا، متوتر جدا، حامل هم نجاحه، وبالتالي في ستريس. والستريس دكتور ايمن النهارده الحقيقه بيمثل السبب الاول في العالم للوفيات. الاسترس بيؤدي الى جميع مشاكل وامراض الدنيا كلها، وبالذات اهم ما يسببه امراض القلب وامراض الشريان التاجي والازمات القلبيه والكلام ده كله. كان هناك سابقا امراض الاورام والسرطانات والحاجات دي مسيطره على السبب الاول للوفاه، ثم امراض القلب، ثم الان الضغط النفسي اللي هو بيسبب برضه مشاكل كتير تؤدي الى يعني اذى شديد صحي لكثير من المرضى، وعلى راسها أزية الجهاز الدوري أو القلب وشرايين القلب. الحقيقة مهم جدا جدا الاسترس أو الضغط النفسي نشير إليه إن هو يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة جدا قد تودي بحياة الإنسان. ولذلك لابد من الوعي ومحاولة عدم ترك أي باب من هذه المخاطر يوصل الإنسان إلى ما لا يحمد عقباه. بما إنه الشريان التاجي أو الذبحات الصدرية حالة مرضية فيها ألم، إذن طيب ماشي، ما هو في حالات كتير فيها ألم، ما هو الالتهاب بتاع الغشاء البلوري في ألم، غشاء التامور في ألم، الالتهابات العضلية ما فيها ألم، ما ممكن يبقى فيه جلطة في القلب ما دي ألم، ممكن يبقى الشريان الأورطي بينفلق بيتفتح، نعم، ما دي ألم، اللي ممكن جلطة في الشريان الرئوي، طب ما ده ألم. إذن إزاي نفرق طرق التشخيص بقى هي اللي هتفرق؟ طرق التشخيص مهمة جدا هنا ان الطبيب يفرق او يعني دكتور القلب الحقيقة يفرق بين كل مشكلة والتانية من اللي حضرتك قلت عليها، وكل له قيمته من المشاكل دي، لان كله لازم يتعالج وكله لازم نصل الى بر الامان بالمريض. لكن طبعا في بعض حالات بتفرق فيها جدا سرعة التشخيص وبداية العلاج على اسرع ما يكون، وهنا بيبقى العامل الرئيسي في الشفاء اللي هو التشخيص المبكر وبداية خطوات العلاج المبكر، زي جلطة القلب وجلطة الرئة والذبحة الصدرية الغير مستقيمة. كل هذه أمور سرعة العلاج فيها وسرعة التشخيص بيحدد قوي سرعة الشفاء فيها إن شاء الله. فلذلك التشخيص هنا هو الفيصل من خلال الطبيب المتخصص في أمراض القلب اللي بيقدر يفصل كل مشكلة من التانية، وبالتالي يقدر يحط التشخيص السليم اللي على أساسه بيبدأ العلاج فورا إذا كانت الأمور يعني تلزم سرعة في بداية العلاج. التشخيص نبدأه بإيه بقى أول حاجة؟ التشخيص الأول علشان يعني نفرق هذه الحالات من بعضها، لأن آلام الصدر مشكلة متعددة الأسباب، فإحنا عشان نحدد السبب اللي إحنا لازم نشخصه علشان نمشي في العلاج بتاعه، لازم أول حاجة بندرس طبيعة الألم في ثواني أو دقائق مع المريض، كيف يحدث الألم وطريقة توزيعه، لأن دي فيها أمور قد تشير إلى أحد النقاط اللي حضرتك قلت عليها من أسباب آلام الصدر. النقطة الثانية في الفصل الحقيقة رسم القلب أو عمل رسم قلب لهذا المريض، ودي برضو بتحدد تستبعد أمور وتثبت أمور، وده برضو بيبقى من النقط المهمة جدا في نقاط التشخيص أو وسائل التشخيص. النقطة الثالثة
ان احنا نعمل للمريض بعض التحاليل المعملية السريعة اللي قد تجزم وتحسم الامر، بالذات زي انزيمات القلب في حالات اثبات او نفي جلطة الشريان التاجي، ودي مهمة جدا لانها بتوجهنا الى الطريق السليم والسريع للعلاج، واللي عنصر الوقت فيه يساوي انقاذ حياة مريض. بخلاف بعد كده بقى حتة الانزيمات القلب وخلافه او التحاليل المعملية في هذا المجال، بيجي دور الموجات فوق الصوتية على القلب، وهي برضو الى حد كبير بتحدد مدى حركة جدار القلب وكفاءته، مدى كفاءة عضلة القلب. كل الامور دي بتشير بدلائل معينة الى يعني امور قد نستبعدها او نسبتها. كمان لو في مشاكل في الغشاء الطامور المحيط بعضلة القلب، أمور كتير ممكن نشخصها وتوجهنا من خلال هذا النوع من الفحص الحقيقة الضروري، واللي بقى موجود الحقيقة ومتوفر في معظم المستشفيات بل والعيادات القلب على الأكثر. النقطة اللي بعد كده كفحص مهم جدا، لو أنا عندي شك إن هذا العيان أو هذا المريض الحقيقة عنده مشاكل في شرايين القلب التاجية، أو لا قد يكون الامر بسيط والم في عضلات القفص الصدري لا علاقه له بشرايين القلب، احب اعمل فحص بشرط ان يكون المريض ما عندوش اي موانع من عمله، وهو رسم القلب بالمجهود، لان في بعض المرضى لا يجب ان احنا نعمل لهم رسم قلب بالمجهود، ولذلك ما نعملوش بصوره شخصيه كمريض، لازم الدكتور اللي بيحدد اذا كان يجوز او لا. وهذا الفحص اللي هو رسم القلب بالمجهود بيفصل ما بين مريض شرايين القلب التاجيه او عدم اصابته بشرايين القلب التاجيه. الفحص اللي بعد كده زي ما احنا شايفين برضو قدامنا اللي هو المسح الذري، وهو بيفصل ما بين المريض المصاب بوجود مشاكل او قصور في الشرايين القلب التاجية من عدمه. بعد كده لما احنا يعني بيثبت لنا ان هذا المريض فعلا مصاب بما يثبت من قريب او من بعيد بمشاكل شرايين القلب التاجية، نبتدي نفكر في عمل تصوير لشرايين القلب لتحديد مدى الضرر، مدى الضيق، مدى إمكانية التعامل معاه، وإيه اللي يسر على المريض ده من خطوط العلاج. لأن اللي احنا شايفينه ده كمان الحقيقة فحص جميل جدا من الفحوص الحديثة اللي هو التصوير شرايين القلب بالأشعة المقطعية على الشرايين، وهو الحقيقة يعني بيؤدي إلى برضو نتائج شبه جميلة ومؤكدة، بحيث إن احنا المريض اللي عنده مشاكل خلاص بنبتدي نلجأ معاه إلى عمل الأسطرة والتغلب عليها بالأسطرة العلاجية وتركيب الدعامات وخلافه. المريض اللي قدرنا نستبعد من خلال هذا الفحص إن عنده مشاكل في الشرايين، نبتدي إن احنا نتعامل معاه بعيد عن فكرة الإصابة بشرايين القلب التاجية، ونحدد أسباب أخرى ممكن هتكون السبب يكون علاجه فيها إن شاء الله بإذن الله. برضو بالنسبة لأسطرة القلب العلاجية، الحقيقة بيبقى فيها بقى يعني العلاج بالدعامات، والدعامات دي الحقيقة أنواع، والأنواع بتاعتها اللي موجودة حاليا وهي يعني سائدة في الاستخدام، دي الصورة اللي قدامنا بتوري شريان القلب بالتصوير بالأسطرة، وأنهي شريان فيه مشكلة وأنهي شريان سليم، فبنقدر نقيم الحقيقة مشكلة العيان وإيه اللي يسر عليه، هل علاج طبي دوائي، هل الشرايين سليمة وكان في أسباب أخرى مختلطة علينا، هل في ضيق وانسداد في أحد الشرايين يستلزم التدخل السريع بما نسميه الأسطرة تداخلية أولية لإنقاذ هذا الشريان الحقيقة اللي حدث به انسداد، ونعيد الحياة إلى جزء العضلة اللي يعني لو تم انسداد هذا الشريان المؤدي إليها يفقد المريض جزء من عضلة قلبه لن تعود، وبالتالي يعني يفقد جزء من قدرة مضخة قلبه على تعامل في حياته القادمة إن شاء الله، وده شيء مش مستحب لأي مريض إن احنا نسيبه ليه. زي ما قلت الحركة كمان الدعامات حاليا أهم دعامات في حياتنا دلوقتي، اللي هي الدعامات الدوائية اللي هي متغطية بمادة دوائية الحقيقة بتمنع تكوين جلطات وغضيق وانسداد عليها، بحيث أنها تدي للمريض فرصة العودة للحياة بكفاءة والنشاط. هذه الحالة المرضية اللي هي تأثر الشريان التاجية قد يكون المعالج لها ثلاث أنواع مختلفين من الأطباء، يعالجوا ممكن جدا يعالجوا دكتور بطن وقلب، يعني هو بس باطني بس دارس قلب يقدر يكتب الدواء، ممكن يعالجه دكتور متخصص في أمراض القلب ويمتلك مهارة وخبرات تركيب دعامات، وممكن يعالجه دكتور جراحة قلب وصدر يقدر يعمل البايباس. فهنا طرق العلاج ممكن توديني لأي واحد من الثلاثة دول. هنبدأ بطرق العلاج. طرق العلاج الطبية أو الدوائية الحقيقة يعني دي بتبقى في الحالات اللي هي ممكن تسمح بها حالة العيان، إن الأمر بسيط لا يضطرنا إلى التدخل
بالطريقتين الأخرتين اللي هي التوسيع والدعامات والأسطرة التداخلية أو الطرق الجراحية. الطريقة الدوائية الحقيقة بيحصل تفصيل للعلاج الدوائي للمريض من خلال حالته، من خلال الطبيب المعالج ما بيشوف قد ايه بيوصل معاه لما يجب انه يكون. الحقيقة كمان لو المريض بقى ما استجابش بعد الأدوية عن طريق الفم ولا آخر، والحقيقة بنفكر في حتة أسطرة القلب بعد إثبات أن يبقى فيه وجود مشكلة غير مستجيبة للعلاج الدوائي، عشان ممكن يبقى الحل في العلاج التداخلي زي ما سعادتك قلت بالنسبة للدعامات ولا آخر إذا كانت تلزم لهذا المريض. الحل الثالث الحقيقة لو إحنا لقينا من خلال الأسطرة أن إحنا عندنا إصابة بالغة بشرايين القلب يعني متعددة في عدة شرايين بما لا يعني يسمح بأن إحنا نحط عدد من الدعامات، غير لائق طبيا أن إحنا نحط هذا الأمر، ففي الحالة دي بنحول المريض لجراح القلب والصدر عشان يتعامل معاه بمسألة ترقيع الشرايين أو أن هو بياخد شرايين من الساقين والصدر بطرق معينة خلق طرق بديلة أو شرايين بديلة لشرايين قلبه التي أصيبت ولا عادت تصلح أنها توصل دم بكفاية. الدعامة كثير من الناس ممكن يعني تقلق منها أو تتساءل عن الدعامة. نعم، الدعامة دي يعني مصنوعة من مادة خاملة لا تتفاعل مع الجسم، وبيبقى الحقيقة بتغطية حاليا اللي هي الدعامات الدوائية بمادة دوائية تمنع ان يبقى في نوع من انواع التجلط او الضيق عليها بطرق متعددة. بتتحط بطريقة معينة وبأسلوب معين وبدراسة معينة من خلال استشاري او استاذ القلب في المكان اللي فيه ضيق وانسداد في الشريان التاجي بصورة بحيث انها تسبق الجزء الضيق بعدة مليمترات وبعده بعدة مليمترات، جواها بالونة بتتنافخ الدعامة دي وبتخلي القطر بتاع الشريان يعود إلى نفس معدله الطبيعي، وهي الحقيقة بعد كده بتتكسى من الجسم على مدى عام بنسيج مبطن للشريان مماثل للنسيج المبطن سابقا، وده بمساعدة التطور الهائل في أدوية منع السيولة ومنع ترسب الدهون مرة تانية. الحقيقة السعادة غامرة ان انت شرفتنا النهاردة. السعادة تكمن في اكثر من جهة، اكثر من سبب، كما كان العلاج برضو الجهة الاولى انه احنا إن حصلنا على شرف استضافة واحد من الكبار في عالم القلب، ف ويعني محظوظين بهذا. شكرا. واعتقد انه كمان المجتمع العربي كله محظوظ انه يستمع لكبار القلب اليوم يتحدثون عبر شاشات الاعلام في وقت كان كبار القلب كنتوا شويه بعيد عن الاعلام، وده ادى فرصه لبعض النصابين انهم يظهروا يعني لفتره كده، والحمد لله في دلوقتي اصوات كبيره تفهم الناس القلب بطريقه جيده. ثانيا السعاده طبعا الغامره باسلوبك الرائع جدا في الشرح ولغتك العربيه التي قلما توجد بين العالم الطبي، فدي شيء يعني اسعدني سعاده كبيره جدا جدا. انا اللي بشكر حضرتك على البرنامج الرائع القيم. أشكرك. اللي هو بيقدم توعيه لكل الناس بطريقه سلسه ومفهومه، لان الحقيقه احنا محتاجين للنوعيه دي من البرامج، وبشكرك عليها جزيل الشكر. انتم استمعتوا من الان لواحده من النماذج الرائعة لحلقة خاصة بأمراض القلب مع واحد من الكبار، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور حمزة أبيل أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية الاسم الكبير، وطبعا عضو مجلس إدارة جمعية القلب المصرية الأستاذ بكلية الطب. كانت هذه الحوارية الرائعة في واحدة من الأمراض المهمة جدا وهي أمراض القلب. يبقى الفيصل واضح جدا وبين جدا بين أولئك الذين يعلمون وأولئك الذين لا يعلمون. انتبهوا، فأمراض القلب لا تقبل النصب. وأقول أولئك الذين يريدون أن ينصبوا على المرضى ويقولون معلومات غير صحيحة، ابعدوا عن الطب وانصبوا زي ما أنتوا عايزين. مفيش أي مانع أن أنت تنصب في أنك تبيع شفاشق مضروبة، أطباق مضروبة، قمصان مش حلوة، رفطات مش أصلية، ساعات مضروبة، اعمل اللي أنت عايزه ده، مفيش مشكلة، انصب يا سيدي في ده وكوارثك اللي هتاكله على نفوخك هيجي من عند ربنا، بس ما تنصبش في أمراض الناس. أنا كلامي طبعا يعني كلام راجل طيب، بس أهو أدينا بنحاول. أنا بتريق. نورتنا دكتور حمزة. تسلم يا فندم، شكرا جزيلا. خليكوا دايما مع الدكتور. شكرا جزيلا.